فأنا قاعدة أجهز شنطي للسفرة رحلة الصيف، فكنت ممكن أوريكم أشياء حلوة لو كنت جبت لكم. فشبستي هذه المعتادة في الأرض، قاعدة أجهز شنطي للسفرة رحلة الصيف، فاكتشفت إن أغلب ملابسي من فوقه، قديش أحبهم. طبعا جابت لكم كود، أوريكم أشياء حلوة لو كنت جابت لكم كود، بس أبغى أوريكم يا جماعة الكواليتي حق الملابس حقتهم. أول شيء هذا الفستان من فوقه، قد لبست قبل كده، احط لكم فيديو وانا لابسته، خيال. ابغاكم تشوفوا الكواليتي، الفستان تحفة، كيف يطلع في اللبس مو عادي. ثاني فستان هذا برضو من فوق مرة حلو اللبس، هذا كمان قد اتصورت فيه، لبسته وتصورت فيه من فوق، اعشق ملابس. هذا كمان اخذته للسفر، خليني اوريكم. هو صاير لونه ذهبي، اكمامه كذا شوية واسعة، شايفين الأكمام؟ أكمامه كذا شوية واسعة، شايفين الأكمام؟ ومن هنا كذا. لا بوصلكم، هو ان فوجو كلوز نفس القطعة، كيف تشوفوها على العارضة أو في الموقع نفسه هتجيكم بالضبط. هذا مو عادي قديش طلع حلو في اللبس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.